النور. قول لي حضرتك لابس ليه كده؟ حضرتك النهارده زي ما انت فاهم ان ده معرض ولازم يتأمن، لازم يبقى برضو في طقم واقي لأي حاجة تحصل برضو عشان نعرف برضو نسيطر على الدنيا هنا، وبرضو بنفس الشكل بشكل جمالي برضو بأسلوب كويس من غير برضو ما يكون في رؤى يعني إرهاب للناس أو في خوف كده، يعني برضو بأسلوب كويس على قد ما بنقدر. بس وقت ما بيحصل أي حاجة فطبيعي إن أنت بتتعامل مع الشيء اللي أنت قدامك بنفس الأسلوب بتاعه ونفس الطريقة، فده فن تعامل رجل أمن أو الراجل فاهم انت اللي بيحافظ على المكان من اي مشاكل. بس حاسس ان دور حضرتك مهم؟ طبعا ما فيش حد ما بيشتغلش حاجه لما يكون بيحبها، انا ما بحبش حاجه مش هشتغلها. امتى حبيت انك تشتغل رجل امن في المعارض والمناسبات الخاصه؟ والله الواحد في المكان ده بيبقى شكله حلو واحسن، وفي نفس الوقت بيبقى فيه اكرم، الناس بتتعامل معاك باسلوب كويس عن اي مكان تاني ممكن تاخد فيه اكتر، وممكن برضو ما تلاقيش الاهتمام ده وهتلاقي مشاكل، يعني هتلاقي مشاكل في التعامل، ما فيش الاسلوب الكويس، يعني بيفترق الناس هنا مع اللي بره طبعا، لكن هو هنا انت بتتعامل عشان بتتعامل مع ناس برضو متعلمه وناس وسط كويس، فانت بتبقى مرتاح هنا معاهم اكتر، مع ان ممكن بره اكتر اعلى. بس فالمشكله هو الموضوع مش موضوع فلوس، الموضوع موضوع راحه نفسيه، وفي نفس الوقت انا بعمل حاجه انا ببقى عايز اعملها، مش بعملها عشان فلوس، انا بعملها عشان فلوس، انا بقى انا من جوه مخنوق ومتضايق، بعمل حاجه لوقت معين مش عايز اكرر. حضرتك عندك كام سنه؟ انا 34 سنه.